في أشخاص شفيوا من انفجار مرفأ بيروت جسديا وصحيا، إنما نفسيا بتصور بعضنا كلنا عايشين هيدي المعاناة، بس أكيد هالانفجار ما راح يروح من بالهم. خلينا نشوف مع الصحفية نيكول نيكولا اللي تضررت جراء الانفجار وخضعت لعلاج واليوم الحمد لله تعافت. نيكول صباح الخير وألف الحمد لله على السلامة. صباح النور، مرسي، الله يسلمك. نيكول، نحن اليوم بالذكرى الأربعين، يعني للأسف وكأنه عم نعيش هيك ذكرى الحداد على انفجار مرفأ بيروت بأربعة آب. أول شيء 40 يوم مرقوا، كيف كانت هيك مسيرتك مع العلاج مع الصدمة اللي عشتيها كمسائر اللبنانيين؟ في لك 40 يوم مش هينين، 40 يوم فيهم كتير قصص إيجابية وقصص كمان سلبية. الإيجابي أكثر شيء بيكون بجسدياً، إنه أنا رجعت أمشي وتعافيت وموجودة بين أهلي وبين أصحابي. والشيء السلبي هو الشق النفسي. يلي يمكن مش يمكن أكيد ما بحياتنا رح ننسى، بس رح تكون صعبة إنه نتأقلم معه، لأنه يلي صار أكبر بكتير مما أي حدا كان مخطط له أو متوقعه. فبس 40 يوم ما فينا نقول غير الحمد لله. الحمد لله كل ساعة وكل دقيقة. نيكول، خبرين، يعني بلحظة الانفجار ما كنت مستنظرة أبدا هيك حدث يصير يغير لك مجرى حياتك ومجرى الدقائق القادمة اللي كنت مثل ما عرفت منك عم بتسكري فيها مكتبك لترجعي على بيتك. صح، أنا بشتغل بشركة Bridge of Minds. نحن Marketing Communication Agency بالجميزة بالشارع يلي صار منكوب. يعني بنبعد تقريباً 700 متر عن البور. كنا عم نسكر أنا وزميلي اللي بتعرف الشبابيك، البواب، البرادة وهيك، وكان في مديرتي معنا بالميتينج والباقي كله فل. فنحن عم نسكر الباب بنسمع اول صوت انفجار، كنا عم نسكر البرداية، يعني عم توطى البرداية. بيقوم في شخص يلي كان بالميتينج مع مديرتي بيقول انه بركي كاميون فقعدوا لابه، انه ما حدا بيجي بباله يصير هيك شيء. يعني فلما صارت الشوك ويف تكبر، بس نيكول خليني اقول للمشاهدين ولقلك انه نحن عم نتابع صور، يعني الضرر اللي اصابه المكتب جراء الانفجار، انتم عم بتكفي لنا الخبريه شو صار معكم. اوكي، فيلي صار انه من بعد ما صارت الشوك ويف تكبر وتوصل ونصير نرج نحن بالمبنى، انا بذكر انه برمت ميله الشمال، ميله الميتينج روم. وعم اقول لهم انه في شيء مش مزبوط وبيطلع الانفجار. فلانه كنت برمي على ميله الشمال، انا نقصت رقبتي ميله اليمين. وكان عندي الفين جوجولار يلي هو شريان كثير اساسي بالرقبه، يلي تضرر كثير وعمل لي نزيف كثير قوي، انجبروا يعلقوا لي دقني تدم. اول شيء بتذكروا صوت الي حدا على الارض عم بيصرخ، هو ضرر لانه ضرر كثير لانه اجى ازاز بعينه. فاكثر شيء عم بسمع هو الي، حتى حالي انا مش عم بسمع حالي اذا انا عم صرخ، ما بعرف حالي انا شو عملت. بس قمت عن الارض شفت حالي كلني دم، فكرت سناني. تشوف الانسان قد ايه بيستبعد انه هو يصير له شيء. صحيح. فكرت سناني هيك شيكت عليهم انه صرت اوكي سناني منيح. تفحصي حالك يعني كردة فعل اولية، ليه انا هالقد عم بنزف دم؟ وشفت انه ايدي مكسورة. قلت انا اوكي في كسر بايدي بس سناني منيح، بركي اليه انه هالقد دم ماتوا اجوا علي. يعني ضليتك بكامل وعيك نيكول الى ان، يعني خبرينا مين ساعدك لتتوجه الى المستشفى لتحصل على العلاج المطلوب؟ في شخص يلي كان موجود بالميتينج مع مديرتي هو اللي ساعدنا تنقوم على الارض، وصاروا يقولوا لنا انزلوا لانه اكيد خافوا المبنى يقشط، خافوا انه يصير شيء ثاني بعد، ما كان حدا عارف شو عم بيصير. لانه فقلت لهم انا ما بنزل، انا بدي دق لامي. انا اهلي قاعدين بالبترون قاعدين بالشمال، انا الوحيده اللي بشتغل ببيروت بعائلتي وما عندي حدا ببيروت يقيمني من هالمصيبه. ما فيي الا ما دق لامي سمع صوتي. فقال الشخص اللي كان موجود معنا انا بجيب لك اغراضك انت انزلي. قلت له ما بنزل، ما بنزل. ودقت امي
ولحقت صوت التليفون ترد عليا ورديت وقلت لها انه انا منيحه بس انا عايزه روبير. دكتور روبير نجم هو قرابتي، بيكون جوز خالتي، بيشتغل بمستشفى الجعيتاوي بالاشرفيه، حط شغله يعني. نعم. قالت لي اذا انت منيحه ليش عم تبكي اصلا وليش بدك روبير؟ قلت لها، ما قلت لها انه انا متطيه بالدم وانه انا ما بعرف شو بني، قلت لها انا منيحه جيبي لي روبير، احكيه دقي له، ما بعرف اعمل له شيء. ما كنت عارفه هون نيكول انه شو صاير بواقع المستشفيات وخاصه الجعيتاوي مثل باقي المستشفيات المدينه؟ لانه كنت مفكره الانفجار عندنا بالشارع بالحي، صح. يعني كنت مفكره نحن بس المستهدفين بالوقت اللي كل بيروت كانت. كيف وصلت على المستشفى نيكول حتى نستفيد من الوقت المخصص للقاء معك؟ مشينا انا وإلي، رحنا مشي على مستشفى الروم. وانا عم بتمشى حسيت في شيء على رقبتي زعجني، كان شعري زعجني كثير على رقبتي. فعليت التليفون وشلت شعراتي، شفت قدح برقبتي، قدح شرعي يعني. بيقوم إلي، والحمد لله كان إلي معي، قال لي نيكول رواء مشي، انه مثل كانه ما تفكري بشي مشي. فمشينا، ولما وصلنا على مستشفى الروم إلي حكي كان مع اهله، إلي ابن بيروت يعني بيقدر دغري حدا يلبيه. انا حسيت بدي حالي، انا هلا شو بدي اعمل بحالي؟ بدق لي روبير وبيقول لي نيكول لقيني على جعيتاوي. كنت انا هون بوقتها بلشوا ينملوا اجري لانه كنت عم بنزف وماشي كثير. نعم نيكول، عم نشوف يعني صور الجرح برقبتك. يعني قد ايه انت جباره، مثل كثار من اللبنانيين يعني حملوا اوجاعهم على كف عفريت، يعني كان في خطر لا سمح الله تنزفي يعني تفقد الحياه، تفقد الوعي، ما بعرف، ما حدا ينتبه لك بركي. مزبوط، وبوقتها يعني كان الشاطر يلي بيعرف حدا يقدر يقيمه. نعم. فقال لي دكتور روبير انه نيكول لقيني على جعيتي، وقلت له روبير انا عم موت، ما فيي امشي، ما فيي لاقيك مطرح. بيجي هو قال لي طب خلص خليكي بالروم، انا جايه لعندك. بمستشفى روم اكيد ما استقبلونا لانه حرام مدمره يعني، طبعا طبعا ما فيهم يعملوا لنا شيء. كان في سكيورتي واقفين على البواب، ما بعرف ليش جابوا لي مكنه اكسجين لإلي لوحدي، يمكن شافوني قد ايه انا متمسكه بالحياه، لانه قلت لهم هيدا رقم تليفوني وهيدا باسورد تليفوني وهيدا رقم دكتور روبير جايه. قلت لهم انا اسمي نيكول، اذا غبيت عن الوعي قولوا لروبير ها انا. يعني هالقد كنت واعيه لاخر درجه قبل ما فقدت وعيك؟ كنت مصره يعني انه ما بدي استسلم. يعني القوه اللي عم تحكي فيها وهالاصرار على الحياه والصمود واضحه من كل الصور، يعني من الفيديو اللي عرضناه عن الانفجار، من صورك انتم بالمستشفى، من الامل اللي عندك اياه على سرير العلاج بالمستشفى. باخر دقيقه نيكول بنقول لك نرجع الحمد لله على السلامه، صحيا جسديا تعافيتي، العامل النفسي، لان هلا انتم عم بتخبريني دمعتي مرتين ورجف صوتك مرتين لما ذكرتي والدتك انه بدك تدقي لها، ولما كمان كنت عم تحكي مع الدكتور وكنت عم بتوصفي الحاله انه ممكن تموت، لما قلتي لهم اذا متت هيدا اسمي وهيدي الارقام اللي تتصلوا فيها، بترجعي بالذاكره بعدهم ببالك، بتجربي تنسيهم، عم يعني حدا يواكبك نفسيا كعلاج لتقدري تتخطي هيدي الصدمه، هيدي المرحله وتكملي حياتك؟ اكيد اول فتره كانت كثير صعبه، وكنت اوقات ما نام يعني، وقت اللي وقف الوجع الجسدي صرت وقفت مسكنات، كنت عم باخذ مسكنات عم نام بالليل. فلما وقفتهم بطلت نام، واكيد استشرت بسيكياتر وانا عم شوف بسيكياتر. والحمد لله انا احسن بكثير من قبل، بس ما في انسى وما في دمع، وبكره يمكن بس يصير عندي اولاد وبس يصير عندي احفاد رح ضل دمع، لانه كيف هلا جدودنا بدمعوا وقت الحرب؟ صحيح. هيدا بعد اكبر من الحرب، على القليله بالحرب كانوا عارفين في حرب، خلينا نحتمي، عارفين من هو العدو، ما ننزل على بيروت مثلا، خلينا ما نطلع صوب هالمنطقه، بس نحن هيك انك انت تنشحط من مكتبك ومن مدينتك وانت مش عم تعمل شغل، انك تشتغل يعني ما ليه؟ نيكول رجعتي ل يعني عملك، بعرف انه هلا ما في عم بترمم ويمكن ترتب المكتب وهيك، كلمه اخيره بدي اسمعها على لسانك نيكول لكل الناس، لكل اللي انصابوا، لكل اللي فقدوا احباب لهم، لكل اللي فقدوا الامل
وبطلوا متمسكين بالحياة وعم بفكروا يهاجروا وعملوا نقمة على كل شيء. باختصار لو سمحتي نيكولا، شو بتقولي لهم؟ أنا آخر شهر رح أرجع على الشغل، ونحن بطلنا حنكون بمكتب الجميزي، ما بنعرف وين رح نكون. كلمة أخيرة للناس يلي تضررت أو يلي فقدت حدا، أنا بطبيعتي حدا كتير إيجابي، وما فينا نقول غير الحمد لله على كل شيء وإنه انقضيت على هيك. وللأشخاص يلي فقدوا ناس، ما بعرف عزيهم، لأنه مش موتة طبيعية ومش شيء شرعي اللي صار. فبس بقول انه يا رب نحن كشعب دائما نرجع نوقف على اجرينا. نحن يمكن للاسف معودين على البهدله، بكل صراحه للاسف بقول معودين على البهدله، بس انه يلا بنرجع بنوقف على اجرينا وبنمشي. بس بقول شغله انه يا رب الحل ما يكون انه نفل من هالبلد. يا رب ان شاء الله. يا رب يا نيكول ان شاء الله هيدا التمني وهيدا الدعوه، تمنياتنا كلنا سوا انه ما يكون الحل انه نترك لبنان. نيكول الف الحمد لله على السلامه. وجهك بجنن، ضحكتك بتعقد مثل القمر، طلتك حامله كل اوجاعك ويعني الجسديه والنفسيه، وكلنا عنا هيدا المشاكل والاوجاع النفسيه، نحن اللي كنا بعاد عن مكان الانفجار. وان شاء الله هيك ربنا يعطيك القوه، نعمه الصبر والايمان لتقدري تكملي مشوارك. بتلبق لك الحياه، يعني حرام هيدا الضحكه تغيب. شكرا لك نيكول. نيكولا الله يوفقك ويعطيك